النخوة العراقية في أجمل صورها رسمت في محافظة كركوك من قبل أصدقاء الشاب مهدي الذي أصيب بمرض السرطان مؤخرا بعد سماعهم لحاجته بإجراء عملية لإنقاذه، حيث تطوع الكثير من أصدقائه لجمع المال. كلها على الحيران، كلهم على الحيران. الله يبارك فيك، الله يبارك كل واحد سلم، الله يبارك كل عراقي. هذا الموقف ربما يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكن أصدقاء مهدي من جمع 50 مليون دينار خلال 24 ساعة، وهذا خير دليل على أن المواقف الإنسانية في العراق ما تزال تسجل حضورها. الله يسترهم كلهم شوفوا هذا، هاي الإنسانية، كردي تركماني عربي كلهم شعب كركوك عامة. الله يبارك. لبغداد اليوم أيسر بهجته كركوك.